أهلاً بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. انتعش الذهب في ظل تراجع الدولار فارتفعت أسعاره بشكل طفيف، وفي لبنان سجل الذهب بغير المساق الأسعار التالية: عيار 22.37 دولار و7 سنت، عيار 21.35 دولار و4 سنت، أما عيار 18 ف 30 دولار و38 سنت. بلغت أونصة الذهب 1248 دولار و55 سنت، كيلو الذهب 40140 دولار و88 سنت. أججت بيانات صينية مخاوف الطلب في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 8 سنت ووصل إلى 107 دولار و89 سنت للبرميل. ارتفع الخام الأمريكي 93 سنت ووصل إلى 104 دولارات و46 سنت للبرميل. تراجع الإنفاق السياحي في لبنان بنسبة 18% في الربع الثاني من العام الجاري، وتراوحت نسبة الإشغال الفندقي بين 30 و50% في بيروت وما دون 30 خارجها، وخلت الشقق والشاليهات التي تؤجر للسياحة، وتراجع عدد الوافدين للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 12.48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكل ذلك بحسب شركة جلوبال بلو للخدمات المالية بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وحذر من الخطر المتزايد من تباطؤ النمو في الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل وروسيا والصين. وقال الصندوق إن عودة التشاؤم هذه سببها الرئيس حال تعب باتت تشعر بها الدول الناشئة الكبرى، لا سيما وأن هذه الدول دفعت النمو العالمي في السنوات الأخيرة بقوة وحلت محل الدول الصناعية التي طاولتها الأزمة. 25 ألف دولار ثمن الجلوس مع النجمة الإعلامية أوبرا وينفري. وينفري عرضت فرصة اللقاء بها، وذلك في مزاد يعود ريعه إلى الأعمال الخيرية، والمزايد الذي يدفع السعر الأعلى على موقع تشاريتي باز سيحظى بفرصة اللقاء الأول بوينفري في العرض الأول لفيلم كبير الخدم في نيويورك. هذا كل شيء ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.